ال العدل يا جماعة بين الزوجات ده مطلوب وأمر به الإسلام وأنا لسه أقول لكم من شوية يعني لو جاب هنا حاجة لازم يجيب هنا حاجة لكن اللي يتجوز واحدة ويتجوز تانية وما يعدلش بينهم زي ما قلت زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل يعني هيسأل وإحنا كلنا عايزين نروح الجنة يعني عايزين كده الدنيا مرحلة بسيطة والجنة يا جماعة فيها حور عين وفيها وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فمهم جدا الحياة الزوجية بتبقاش بهذا الشكل وبهذا الصراع وبعدين برضو يا مصطفى أنا عايز تغيري طريقتك طريقتك في تعاملك مع جوزك، حاولي تحتوي زوجك، حاول تشوف إللي يعني مش مش كلمه بكلمه ما يعني نقعدش كده نتناحر، كلمه بكلمه لا، وصلي وجهه نظرك وتفقدي امتى تقولي في في ساعات ممكن تتكلمي، وساعات لازم تسكتي يعني مش كل الكلام حضر وقته لكن يا جماعة لازم مهم جدا كلامنا يرضي ربنا سبحانه وتعالى فتعاملنا